صبيان العراق كفاح أزلي نحو لقمة العيش. صعوبة الحياة أجبر الصبيانا على العمل في أعمال شاقة. طارق البالغ من العمر 14 عاما يعمل حمالا في سوق السنك ببغداد. بسبب الظروف الصعبة التي تعيشها أغلب العوائل العراقية، أشتغل بالعربانة في سبيل أوفر لقمة إلي والعائلتي، وأنا طالب متوسطة. أشتغل من 5 ساعات إلى 7 ساعات، حارة الدنيا. واحد يعني إذا يطلع من تطلع ساعة واحدة تروح روحه. لا يقل عمل طارق في هذا السوق عن 7 ساعات، واستطاع أن يدرس وينجح في مرحلة الابتدائية. ويوسف أيضا يعمل ميكانيكيا، واستطاع أن يتفوق على أقرانه في دراسته. مدرستي مدرسة متفوقين مو عادي، وأدرس نكمل بين الدراسة والشغل. والشغل يعني بالنسبة للشباب شيء مهم وكلش حلو، لأن أنت مو كل شيء تأخذ من أهلك أو الطينة أو هاي. تحت كل الظروف الاقتصادية والاجتماعية يعمل هؤلاء الصبية حتى لا يصلوا إلى خط الفقر، بل استطاعوا تجاوز التحديات الدراسية رغم العمل اليومي المستمر. مهدي غريبوان، نيوز بغداد.